هو أول صالون وطني للفنون التشكيلية ينظم بدار الثقافة بيتيرت، والذي عرف مشاركة 30 ولاية تناغمت فيه كل المدارس الفنية لتقدم لوحات زيتية اشتركت في الذوق كما في المعنى لتنال إعجاب الزائرين. أول صالون في مدينة تيرت، شيء مشرف، شرفنا وشرف يعني الحضور، لأن الحضور هذا نتاع الفنانين في احتكاك بين الفنانين يعني القدماء مشايخ وبين الفنانين يعني الهواة يعني الصغار. بمشاركة 30 ولاية من كل ولاية فنان، إلى جانب مشاركة 40 فنان تشكيلي من داخل الولاية. والفكرة الجديدة في هذا الصالون أنه كرمنا فنان تشكيلي متألق، قدم للثقافة، قدم للفن، أعطى عنده إنتاج ثقافي، كرمناه هو حي. كما ثمن العديد من الفنانين مشاركة فئات عمرية مختلفة رسمت الخوض في الاحتكاك لكسب الخبرات الفنية المتعددة. القراءة الأولى لهذا الصالون الوطني أن تعتبر قفزة نوعية للفن التشكيلي لولاية تيرت، باعتبار هناك تقاطع الخبرات، ويعني ولاحظنا يعني حضور فنانين كبار ما شاء الله، أعمال جيدة جدا راقية، وإن شاء الله تكون هذه يعني بداية الإنتاج. ميزة يعني هذا الصالون أن يعني بإشراك مختلف فئات العمرية، اللي يعني هناك شباب، هناك يعني فنانين. صالون وطني أجمع الكثير من الفنانين بتيرت على المحافظة على تنظيمه ورسم طريق جديد أمام الفن التشكيلي بولاية تزخر بتاريخها العريق.